نكمل موضوع البروجيكتور، وراح ناخذ أمثلة. عندنا هنا مثال The Water Sprinkler، يعني مرشة ماء. Position at the base of a hole، مخلينها على قاعدة hole، يعني قاعدة تلة. هاي بوعدنا هذه هي التلة، وعندنا هذه هي المرشة، خلينا هنا بالقاعدة. Releases a stream of water، فجاي تطلق لنا ماء بالسرعة 15 فوت بير سكند as shown. شوف هنا هذه المرشة جاي تطلق لنا الماء بسرعة 15 فوت بير سكند. Determine the point P، الـ XY يعني النقطة B. شوف هنا المرشة بهذا الموقع، وهنا هذه هي النقطة B، فالإحداثيات مالتها XY، إحداثيات النقطة B XY. Where the water strikes the ground on the hill، النقطة B اللي راح يسقط بها، اللي راح يضرب بها الماء، راح يضرب بها هذه التلة. Assume that the hull is defined by the equation اللي هي y يساوي 0.05 x تربيع فوت، and neglect the size of the sprinkler. يعني احنا هذه التلة شوف هنا بشكل منحني، ومعادلة هذا المنحني هي هذه معادلة بارابولا اللي هي 0.05 x تربيع. شوف هنا إذن معادلة المنحني لهذه التلة هو بارابولا 0.05 x تربيع، وجاي يقول احمل حجم هذه المرشة. شوف هسه نجي هنا راح نصور المسألة، هذا الـ x والـ y، فعندنا هذا الشكل اللي هو هنا المنحني للـ hill، وعندنا هاي السبرينجلر اللي هي المرشة، فالفيلوسيتي 15 فوت بير سكند، وهنا شوف هنا المسار للبروجكت لهذا الماء هو هنا راح يجي يضرب لنا هاي النقطة B، فراح نفرض هنا راح تكون عندنا إحداثياتها هي X و Y. طبعا ال X Y 0 عند هذه النقطة، يعني عند المرشة هنا راح نفرضها هو ال X 0 ال Y 0، وهذه النقطة هي B، راح تكون الإحداثيات مالتها هي X Y. وعندنا هذا الفيلوسيتي بزاوية 60 درجة. هسه لو نجي لل V X، الفي اكس يعني السرعة باتجاه اكس، شو تساوي لنا 15 كوساين 60 اللي هي زاوية 60، وراح تساوي هي 7.5 فوت بير سكند. الفي واي السرعة باتجاه الواي، وقلنا هذه السرعة هي مائلة، راح نحللها إلى مركبتين باتجاه الاكس وباتجاه الواي، وتعتمد هاي على الزاوية. فالفي واي هي 15 ساين 60، راح يساوي لنا 12.99 فوت بير سكند. الاس هنا يعني المعادله الاس، طبعا هنا اس نوت زائد في نوت تي، فنجي للاكس راح تساوي الفي نوت وفي التي، الفي نوت اللي هي باتجاه الاكس في تي. نجي للمعادلة الأخرى، يعني هاي معادلة باتجاه الهوريزونتال، معادلة الحركة الأفقية. نجي معادلة الحركة العمودية اللي هي راح تكون عندنا S تساوي S نوت زائد V نوت T زائد نص AC في الـ T تربيع، فراح يساوي لنا الـ S اللي هو راح يكون عندنا الـ Y، يعني هنا الـ Y شنو الـ Y؟ هو الموقع النهائي، الموقع النهائي للنقطة، فالموقع النهائي يعني الإحداثيات النقطة النهائية هي شقد؟ هي Y. يساوينا الـ S نوت
اللي هي إحداثيات النقطة الابتدائية باتجاه y هي صفر، فراح يكون عندنا صفر زائد الفينوت y. هنا جاي نحكي على معادلة للحركة العمودية، إذن هي الفي نوت y، والفي نوت y هي يساوي لنا 12.99 في الt زائد نص الاكسلريشن. هنا هو الجراوند اكسلريشن راح يساوي لنا ناقص 32.2 في الt تربيع. وراح نجي نرتب المعادلة هنا، فهنا نجي نرتبها. شوف العلاقة اللي طلعت لنا هي ما بين الواي والt، وعندنا هنا بين الاكس والt، فراح نجي نعوض مكان t بالاكس. هنا راح تساوي لنا اكس على 7.5، فنجي نعوض هنا مكان كل t بما يساويها، فراح تطلع لنا العلاقة بين الاكس والواي. شوف y يساوي 1.732 x ناقص 0.286 x تربيع. فهنا هسه استخرجنا العلاقة بين الواي والاكس، وعندنا علاقة بين الواي والاكس. الواي تساوي 0.45 x تربيع، اللي هي معادلة هنا المنحني للكلة. فإذا عندنا علاقة أخرى بين الواي والإكس، بس هنا استخرجنا علاقة بين الواي والإكس، وعندنا علاقة أخرى بين الواي والإكس. فهسه نجي نعوض مكان كل واي بما يساويها من إكس، اللي هي 0.45 إكس تربيع. هنا الواي راح نعوض مكانها 0.45 إكس تربيع. فش راح يصير لنا؟ راح يصير لنا هنا هذه المعادلة كلها بدلالة الاكس. فراح نجي نحل هذه المعادلة، كلها معادلة بدلالة الاكس، فنحلها، فنجي نرتبها. هنا الاكس تربيع ويا هذا الاكس تربيع وهذه الاكس الواحدة، بعدين ناخذ عامل مشترك اللي هو الاكس، فراح تكون بهذا الشكل. فالاكس يا اما تكون صفر، فهي الاكس مو صفر، فراح ناخذ العلاقه الاخرى اللي هي 0.336 اكس ناقص 1.932، يعني هذا الاحتمال الاخر اللي عندنا الاكس عندنا مضروب بقوس مهمين باكس يساوي صفر. يا اما هذا الحد يساوي صفر، فقلنا الاكس يساوي صفر والاكس ما يساوي صفر، غير ممكن لان هي بعد الاكس يساوي صفر هذه النقطه، او ناخذ الاحتمال الاخر اللي هو هذا القوس يساوي صفر. وراح نجي نحل الاكس ويطلع لنا قيمه الاكس هي 5.15. بعدين راح نجي نعوض هاي قيمه الاكس، راح نعوضها بالمعادله، يعني بهاي المعادله او بهاي المعادله حتى نستخرج قيمه واي، فطلع لنا قيمه واي هي 1.33 فوت. فاذا هنا الاكس راح تساوي لنا 515 والواي راح تساوي لنا 1.33. فقدرنا ان نستخرج احداثيات النقطه دي. ممكن نحل بطريقه اخرى، فنجي لمعادله الحركه باتجاه الاكس، الحركه الافقيه اللي هي اس تساوي في نوت تي، طبعا زائد اس نوت تساوي صفر. فالاكس هنا راح تساوي لنا 15 كوساين 60 تي، يعني الفي نوت، فهي السرعه باتجاه الاكس هي 15 كوساين 60 في اف تي. نجي الحركه العموديه اللي هي اس تساوي اس نوت زائد في نوت تي زائد نص اي سي تربيع. الاس معناها هنا احداثيات، شوف احداثيات النقطه دي، يعني الاحداثيات ما تشجد هي الواي، معناها الاحداثيات للنقطه النهائيه شقد احداثياتها هي واي، يساوي الاس نوت اللي هي احداثيات النقطه الابتدائيه. هاي النقطه الابتدائيه احداثياتها شقد مقدار الواي مالتها صفر، فهنا صفر، زائد الفي نوت. الفي نوت هنا
جاي نحكي على الحركة العمودية. إذا V not Y، V not Y هو 15 ساين سيكون V LT زائد نص الـ AC الـ acceleration باتجاه الـ Y هو ناقص 32.2 T تربيع. وعندنا المعادلة اللي هي Y تساوي 0.05 X تربيع. شوف راح نعوض مكان الـ Y بما يساويها. الـ Y يساوي 0.05 X تربيع، والـ X تساوي 15 كوسين 60 T. فنجي نعوض هنا، نعوض بالـ X، فراح يطلع لنا الـ Y بدلالة T. بعدين راح نجي نعوضها هنا هاي المعادلة، فراح نستخرج انه هذه المعادلة كلها راح تكون بدلالة T المعادلة. مش مستخرج هاي المعادلة كلها راح تكون بدلالة T. نحل هذه المعادلة، نستخرج T راح تساوي لنا 0.6869 سكند. إذا احتاجينا للتايم قد ما اختاره 0.6869 حتى تضرب لنا بالنقطة B. فهسه راح نجي نعوض T هنا بهاي المعادلة X، عوض هنا T راح يطلع لنا مقدار X اللي هو 5.15 فوت. فبما أنه استخرجنا الـ X نقدر نستخرج الـ Y، فالـ Y تساوي لنا 0.05 X تربيع، نعوض مكانها بـ 5.15 راح يطلع لنا 1.33 فوت. سنجي لمثال آخر. عندنا particle travels along the curve from A to B in 5 seconds. يعني عندنا particle حركنا من النقطة A إلى النقطة B بخمسة سكند. It takes 8 seconds for to go from B to C. وعندنا 8 سكند قد ما تحركنا من النقطة B إلى النقطة C. And then 10 seconds to go from C to A. واحتاج لنا الى 10 سكند حتى يتحرك من السي الى الاي. Determine its average speed when it goes around the closed path. يعني ايش قد عندنا average speed قد ما يتحرك لنا حول هذا الباث، حول هذا المسار. Total distance عندنا المسافه المقطوعه شو تساوي لنا؟ هي المسافة من A إلى B زائد المسافة من B إلى C زائد المسافة من C إلى A. هسه نجينا للمسافة اللي قطعها من A إلى B. شوف هذه المسافة، شوف منطقة هنا ربع دائرة، نصف القطر 20، فمحيط الدائرة هو 2 باي R، 2 في نصف القطر في النسبة الثابتة. فنصف القطر هو 20 باي على 4، يعني عندنا هو ربع دائرة، فراح يصير 20 باي على 2 زائد المسافة من B إلى C. هذا المسافة B إلى C نشوف هنا هذا شكل مثلث ثلاث قائم الزاوية، فهنا هذا هو 20، هذا نصف قطر 20، فيجي هنا 20، عندنا هنا 20 وعندنا هنا 30، فنقدر نستخرج المسافة من A إلى C حسب نظرية فيثاغورس، فراح تكون هي تحت الجذر 20 تربيع زائد 30 تربيع. المسافة من C إلى A، إن هذه المسافة هي 30، وهنا هذه المسافة تعتبر نصف قطر نفسها لهذه الدائرة. اللي هي 20، فراح تصير 30 زائد 20،
فإذا الـ S total المسافة المقطوعة هي 117.47 متر. الـ total time يعني الزمن اللي استغرقه أدنى هو الـ T من A إلى B زائد الـ T من B إلى C زائد الـ T من C إلى A. مطلنا يا T من A إلى B هي 5 و T B C هي 8 و T من C إلى A هي 10 فرح يكون 23. فإذا الـ average speed معدل السرعة راح يساوي لنا الـ S total على T total. S total 117.47 على T total اللي هي 23 فراح يساوي لنا 5.107 متر بير سكند. تقريبا يساوي لنا 5.11 متر بير سكند. نجي إلى مثال آخر. Now a rocket is fired from rest. يعني عندنا صاروخ انطلق من حالة السكون at x يساوي لنا صفر. يعني من موقع x صفر and travels along a parabola trajectory described by y يساوي يعني هنا على المسار مالته على طول المسار اللي هو راح يكون parabola والمسار هو راح يكون بهذه المعادلة راح تكمل المعادلة اللي هي هذه 120 في 10^3 x متر. If the x component of acceleration ال ax فال acceleration باتجاه ال x هي ربع في تربيع متر في تربيع where t is in second. Determine the magnitude of the rocket's velocity. المطلوب من عندنا سرعة هذا الروكت و الاكسلريشن لما تي تساوي 10 سكند. الحل شوف البوزيشن موقع مالته البارامتر كويشن اوف اكس كان بي ديتيرمين باي انتجريتنج اي اكس توايس وذ تو تي. يعني احنا قلنا الاكسلريشن بيجي كامله مرتين راح يطلع لنا الاكس يعني position أو distance. فإن كامل الـ acceleration راح يعطينا الـ velocity من كاملها راح يعطينا الـ position. فنجي عندنا الـ dvx يساوي لنا الـ ax dt فراح نجي نكاملها تكامل هذه المعادلة اللي هو تكامل للـ dvx يساوي تكامل ax dt. فالتكامل لل vx ال vx راح يكون من الصفر الى vx. ليش؟ انه من الريست الريست معناه انه الفيلوسيتي راح تكون صفر في البدايه. فاذا من الصفر الى السرعه vx يعني الى السرعه المعينه هي vx راح يساوي لنا هنا التكامل علما لل ax dt. فهنا تكامل الى dt معناها انه حدود التكامل الى t. فايضا بالبدايه هو كان التايم راح يكون هو صفر والى t معين. شوف هنا التكامل المن dvx المن للسرعه معناها حدود التكامل راح يكون للسرعه. قلنا السرعه بالبدايه صفر وبعدين راح ناخذ الى سرعه معينه هنا dt. فإذا معناها إنه راح يكون حدود التكامل هي dl time فراح يكون عندنا بالبداية صفر time وبعدين إلى time معين. المن إلى ال ax dt ال ax يعني acceleration باتجاه ال x هو هذا اللي هو 1/4 t تربيع. فإذا هنا من نجي نكامل ال dvx كامل مالته راح يكون هو vx وحدود التكامل اللي من صفر الى vx راح يكون vx ناقص صفر فراح يعطينا vx. فاذا vx راح يساوي هنا نجي نكامل هنا الى t فايش يصير 1/4 في t اس 3 على 3 فراح يعطينا 1/12 t اس 3. فتكامل لل dx يساوي تكامل vx
فهنا راح نكامل الى الاكس، كامل الى الاكس، حدود التكامل راح تكون الى الاكس، فراح تكون من الصفر الى اكس. يعني عندنا بالبدايه وبدانا نقطه صفر راح نفرضها اكس صفر، فاذا من صفر الى اكس الى بوزيشن يعني موقع اكس معين يساوي في اكس دي تي. هنا دي تي فاذا حدود التكامل راح تكون في اكس تي، وايضا اكس تي هو راح تكون من الصفر الى تي معين واحد على 12 تي اس 3 دي تي اللي هي منو اللي هي البي اكس. فعندنا البي اكس يساوي 1 على 12 تي اس 3، فراح نجي نحولها ل 1 على 12 تي اس 3. فهنا من نجي نكامل الى الاكس ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا اكس حدود التكامل من صفر الى اكس، فراح يصير من طبق حدود التكامل اكس ناقص صفر فراح يصير لنا اكس. هنا نجي نكامل للتي، فالتي ايش راح يصير لنا؟ تي 4 على 4 و12 في 4 راح يصير 48، فيصير لنا هنا تي 4 على 48. وايضا حدود التكامل من صفر الى تي فراح نعوض هنا تي ناقصا صفر فراح يبقى لنا تي 4 على 48. هسه راح نجي نعوض الاكس بمعادله المسار الباث اللي مطلوب اياها اللي هي واي تربيع يساوي 120 ل 10 اس 3 اكس، وراح نعوض الاكس بما يساويها نخليها اللي هي 1 على 48 تي اس 4، وراح نحلها حتى نستخرج قيمه الواي، فالواي راح تساوي لنا هي 50 تي تربيع. هسه صارت عندنا معادله ما بين الواي والتي. ال VY هي مشتقة لل Y، لما يكون عندنا Y وأجي أشتقها إلى T راح يطلع لنا السرعة، فإذا عندنا مسار أو position باتجاه ال Y وأجي أشتقها نسبة إلى Time راح يطلع لنا السرعة باتجاه ال Y. إحنا اللي استخرجنا هنا Y شنو؟ معادلة بين ال Y وال T. هسه راح نجي نشتقها، من نشتق هذه المعادلة راح يطلع لنا السرعة. فالمعادلة هي y يساوي 50 تي تربيع، اشتقها راح يصير لنا 100 شوف متر بير سكند، أي الفيلوسيتي باتجاه الواي. فإذا قد ما تكون التي هي 10 سكند راح نجي نعوض بالفي اكس. الفي اكس 1 على 12 تي اس 3، نعوض بالتي بالعشرة راح يعطينا الفي اكس 83.33 متر بير سكند، ونعوض التي تساوي 10 بالفي واي، يعني هنا نعوض مكان التي بعشرة فراح يعطينا الفي واي هي 1000 متر بير سكند. اذا الفي اكس 83.33 والفي واي 1000. فاذا الفيلوسيتي يعني هنا راح يصير الفيلوسيتي طبعا حسب نظرية فيثاغورس، يعني هنا هذه هي الفي اكس وهذه هي الفي واي، فراح يكون الفي وهذا هو الفي، يعني هاي راح يساوي لنا هو مثلث قائم الزاوية، فإذا الفي هو تحت الجذر في اكس تربيع بعدين في واي تربيع، وراح يساوي لنا 1003 متر بير سكند. الاكسلريشن باتجاه الواي هو للفيلوسيتي باتجاه الواي، والفيلوسيتي باتجاه الواي عندنا فراح نجي نشتقها، هاي عندنا الفيلوسيتي هي 100 تي نشتقها راح تساوي 100 مع كونستانت، ليش؟ لانه ما يعتمد على تي، فراح يساوي لنا الاي واي هو 100 متر في السكند تربيع. قد ما التي تساوي 10 سكند الاي اكس الاكسلريشن باتجاه الاكس عندنا هذه المعادله مطلنا اياها الاي اكس 1 على 4 تي تربيع، فنعوض مكان التي في العشرة وراح يطلع لنا الاكسلريشن باتجاه الاكس هو 25، وعندنا الاي واي هو كونستانت ثابت ما راح يتغير، فاذا
acceleration هيكون تحت الجذر. ال AX تربيع زائد ال AY تربيع ويساوي 100 تحت الجذر. 25 تربيع زائد 100 تربيع 100 تربيع إن 103 متر في سكند تربيع. مثال آخر. The particle travels along the path defined by the parabola. هنا مطينا إنه particle جسيم جاي يتحرك هنا على طول مسار بشكل بارابولا. شوف هذا مسار بشكل بارابولا ومعادلة البارابولا هو نص تربيع يتحرك هنا بهذا المسار. If the component of velocity يعني مركبة السرعة على طول ال x axis معناها ال vx يساوي 5 t foot per second where t is in second. Determine the particle's distance يعني مطلوب من عندنا انه نحسب هاي المسافة للبارتيكل from the origin من نقطة الأصل O هذه and the magnitude of its acceleration فجبت ال acceleration عندما t تساوي انه 1 سكند ومطلوبنا انه تساوي صفر x تساوي صفر y تساوي صفر يعني ما t تساوي صفر x والواي اثنين صفر يعني هذه هي نقطة الاوريجن. هسه نجي للحل. البوزيشن هسه اريد البوزيشن الموقع للبارتيكل شلون راح نجي نحصلها من معادلة الفيلوسيتي. عندنا الفيلوسيتي هي مشتقة ال x في تايم فالفي اكس هو دي اكس فإذا الـ dx بنضرب وسطين طرفين dx يساوي dx dt. فحتى نحصل على الـ x راح نجي نكامل الـ velocity نحصل على الـ x فهو dx هنا راح نجي نكامل هذا الطرفين التكامل للـ dx يساوي التكامل للـ vx dt. هنا التكامل للـ x معناها حدود التكامل هي للـ x فالـ x هو راح يكون من الصفر أرجو من صفر إلى معين إلى بعد معين هو مقدار يساوي تكامل هنا تكامل هو dt معناه راح نكامل إما للتايم الزمن بحدود التكامل هي dt فأيضا t هو بالبداية ناش راح يكون صفر صفر إلى t معين إما لل vx وال vx ممكن هي 5 t فراح يكون تكامل ل 5 t. هسه من نكامل ال dx كامل هي x كامل من صفر الى x ومن نجي نعوضها يصير x ناقص من صفر راح يصير x هنا كامل لل t فراح يصير 5 t تربيع على 2 راح يكون 2.5 t تربيع هذا الحدود كامل من صفر الى t فنعوض مع t ناقص من صفر فيروح الصفر راح يكون t تربيع فهنا المعادله بين ال x و عندنا الواي يساوي نص x تربيع هاي الواي مطلوبنا معادلة المسار مالتنا هي نص x تربيع هنا ال x تربيع يساوي 2.5 t تربيع فراح نعوض ال x بما يساويها راح يصير 0.5 2.5 t تربيع تربيع فطلعت لنا هنا معادلة ما بين الواي وال t راح يساوي لنا 3.225 تي أس 4 هسه عندما ال تي تساوي 1 سكند نعوضها هنا راح تعطينا هي الواي تساوي 3.225 تي أس 4 والاكس نعوض هنا ال 1 سكند راح يعطينا 2.5 فوت. هسه قدرنا ان نستخرج مقدار ال x وال y يعني هذه ال x وهذه هي ال y عندما t تساوي لنا 1 سكند ال x هي 2.5 وال y تساوت لنا 3.225 ال d الديستنس راح تكون حسب نظريه فيثاغورس راح تكون ال يعني x تربيع زائد y تربيع تحت الجذر فايش قد هي ال x تربيع يعني ال x اللي طلع لنا اصلا ايش قد بالأوريجن بالأوريجن اعتبرناها صفر فإذا الإكس يعني اللي استخرجناها الإكس 2.5 هي راح تكون هي هذه المسافة هي 2.5 ناقص صفر في
الاوريجين صفر الاكس مالته، ايضا الواي هي 3.825 ناقص صفر، الاوريجين هنا صفر، فراح يكون تحت الجذر 2.5 تربيع زائد 3.825 راح يكون 4 فوت. بالنسبه للاكسلريشن تعجيل، هو من نجي نشتق المسار، يعني المسافه من راح نجي نشتقها، الاولى راح يعطينا فيلوسيتي، ونشتق الفيلوسيتي راح يعطينا التعجيل، معناها نشتق مرتين راح نحصل على الاكسلريشن. فعندنا المسار باتجاه الواي هو نص اكس تربيع، فالواي دوت معناها واي. شرح نجي نشتق مشتقة الواي هي راح تكون مشتقة يعني واي دوت يعني مشتقة الواي يساوي هنا نص اكس تربيع راح يصير 2.5 راح يكون 1 في اكس في مشتقة الاكس هي اكس دوت. ناخذ المشتقة الثانية، فالمشتقة الاولى للواي راح يصير المشتقة الثانية الواي دوت يساوي هنا الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول، يعني حاصل ضرب الاثنين. فهسه راح ناخذ الثاني في مشتقة الأول، الثاني اللي هو الاكس دوت في مشتقة الأول، مشتقة الاكس هي اكس دوت، فاكس دوت في اكس دوت راح يصير اكس دوت تربيع زائد الأول اللي هو اكس في مشتقة الثاني، مشتقة طبعا احنا ليه جاي يعني يصير يعني هو جاي يشتغل علما بالتايم، يعني الواي جاي يشتغل التايم والاكس جاي يشتغل التايم. الاكس دوت هي يعني مشتقة باتجاه الاكس معناها هي في اكس، والاكس دبل دوت الاي اكس يعني باتجاه الاكس، والواي دبل دوت هي واي اي واي يعني الاكسلريشن باتجاه الواي. راح نعوض بالكويشن واحد، فايش راح يكون لنا؟ هنا الواي دبل دوت اللي هي اي واي تساوي الاكس دوت تربيع يعني الفي اكس تربيع زائد الاكس في الاكس دبل دوت يعني اي اكس. هسه قد ما تي تساوي نص صفر، العفو واحد، قد ما تي تساوي لنا واحد، الفي اكس نهاية الفي اكس هي 5 تي، يعني 5 تي 1 راح تكون 5. الاي اكس هي مشتقة الفي اكس للدي تي، وعندنا الفي اكس هي 5 تي معناها الاكسلريشن تساوي لنا هو 5، والاكس قد ما تي تساوي لنا 1، الاكس قد ما تي تساوي لنا 1 تساوي لنا 2. فراح نجي نعوض المعادلة رقم 2، فال اي واي راح يساوي هنا الفي اكس، في اكس هي 5 راح يصير 5 تربيع زائد الاكس هي 2.5 في الاي اكس هي 5 راح يصير 37.5 فوت بير سكند تربيع.